تفضل يا أخي مطر من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام. شكرا الله بخير يا شيخ صالح. شكرا الله بالخير. عندي سؤالين طال عمرك. السؤال الأول عني أنا رجل مريض وعاني من أورام، فقد جرت عمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ويعطوني إجراءات كيماوية في شهر رمضان المبارك، فصمت من شهر رمضان 7 أيام والباقي ما صمته يا شيخ، لأنهم يعطوني كيماوي ومدة الكيماوي أكثر من 3 أيام تكون أنبوبة حملها بالصدر يعني. وجزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. سؤال يقول بأنه مريض وعمل عمليات جراحية وكان يأخذ كيماوي في رمضان وصام 7 أيام والباقي لم يصم، ماذا عليه قبل دخول الشهر؟ إن استطاع أن يقضي ما تركه قبل دخول الشهر وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع فإنه يؤجل القضاء إلى أن يستطيع ولو بعد رمضان، والحمد لله. نعم.